فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما المشروع في عند زيارتنا للقبور وما الدعاء الوارد في ذلك؟ عند زيارتكم للقبور تسلمون على الاموات السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم تقول هذا إذا مررت بالمقبرة أو زرت القبور أما إذا زرت شخصا معينا في قبره فإنك تسلم عليه خاصة تقف عند قبره وتسلم عليه باسمه ثم تستغفر له وتدعو له ثم تنصرف نعم